نعلم أن الفساد المالي هو أكثر أنواع الفساد التي تعاني منها مجتمعاتنا، وبالتالي يظل البرلمان أداة مهمة، ولذلك كان هنالك دوافع كثيرة تدفعنا إلى الدخول للمشاركة في الحياة السياسية من خلال البرلمان. البرلمان أيضا لديه الشرعية السياسية، على اعتبار أن رسم السياسات في البلد مرهون بالبرلمان كأداة مهمة لوضع هذه السياسات ورسم التوجهات في بلداننا. وبالتالي مشاركتنا في الحياة السياسية من خلال البرلمان رأينا أنها أكثر الميادين التي يمكن أن تسهم في إصلاح الحياة السياسية في بلداننا. لا شك أن اليمن تعاني من حجم الفساد، وهي من أكثر البلدان، لأن آخر المؤشرات في 2013 كانت تشير إلى أن اليمن تأتي في المرتبة 167 وبما نسبته 18 درجة وفقا لهذا المؤشر الدولي، وبزيادة تقترب من 5% عن مؤشرات عام 2012، بمعنى أن حالة الفساد تتفاقم في هذا البلد، وهو يحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تعاني من حجم الفساد. نحن في اليمن رغم أننا نعاني من الفساد السياسي، الفساد المالي، الفساد الإداري، لكن أعتقد أن لدينا حالة من التصنيف للفساد التي وصلنا إليها في منظمة يمن باك تشير بوضوح إلى أن الفساد الاستحواذ على مقدرات الدولة هو أكثر أنواع الفساد الحاصلة في هذا البلد، بمعنى أن السلطة السياسية ورأس النظام الذي هو المالك والحاكم والمتصرف بالمال العام دون حسيب أو رقيب يستطيع أن يعبث بمقدرات هذا البلد وأن يسخرها في شراء الولاءات السياسية وفي تدعيم منظومة الحكم التي يستند عليها. وجدنا أن حجم الفساد يمكن أن نصنفه في هذا البلد إلى أن لدينا فسادا كبيرا يتمثل في أداء السلطات السياسية ورأس الدولة، بمعنى أن رأس النظام والرجل الأول في هذا البلد والحاكم المسيطر على مقدرات هذا البلد يستطيع أن ينفذ إلى الأموال، إلى خزينة الدولة من خلال الموازنة العامة التي يعبث فيها بالطريقة التي يريد. يستطيع أيضا يتحكم في أهم في العقود الكبرى التي تبرم في هذا البلد، على مستوى قطاع النفط والغاز، على مستوى الاتفاقيات لإنشاء المحطات في قطاع الطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة. وجدنا أن الفساد يمارس بشكل كبير في هذه القطاعات، لأنه لا يتم منح أي امتياز في هذا البلد ما لم يتم التأشير عليه من خلال رأس النظام الذي يعطي الضوء الأخضر أن يمنح هذا العقد للجهة الفلانية وأن يمنع عن تلك الجهة، بمعنى أن التعاقدات الكبرى الموجودة في هذا البلد والتي من وجهة نظرنا أنها حجم الفساد الكبير يمارس فيها. أي نعم أن هنالك فساد إداري وفساد مالي أيضا في هياكل الجهاز الإداري للدولة، لكن إذا ما قورنت الفساد الموجود والذي أصبح في الحقيقة ثقافة لدى الموظفين العاملين في القطاع العام تجد أن ثقافة الفساد انتشرت، بمعنى الرشوة المحسوبية وغيرها من الظواهر، لكن هذه الظواهر للفساد التي نستطيع أن نقول عنه بتصنيفنا نحن في اليمن أنه إذا ما قورنا بحجم الفساد المهول التي نعانيه من خلال السلطات السياسية المتحكمة في مقدرات البلاد، نستطيع أن نصنف هذا النوع من الفساد بأنه فسادا صغيرا إذا ما قورن بحجم الفساد الذي يمارس من خلال النخبة السياسية الحاكمة. اليمن حجم الفساد فيها بهذه الصورة كان له وقع شديد في حياة المواطنين، بمعنى أننا في كثير من التصنيفات الدولية أشارت إلى أن البلد اليمن دولة فاشلة، وأنه يقف على شفير الهاوية، وأنه بلد بكل المؤشرات والمقاييس الدولية يتجه نحو الانهيار، بمعنى أن منظومة الخدمات لم تصل إلى كثير من قطاعات الشعب، لأن حجم الفساد الذي يلتهم مقدرات هذا البلد
يجعل أداء الحكومة عاجز في أن تقوم بمسؤولياتها من خلال تقديم خدمات المواطنين. اليمن اليوم أصبحت بلدا يستجدي المعونات والمساعدات الخارجية، رغم أنه بلدا فيه كثير من الخيرات، لكن إدارة هذا القطاع الاقتصادي في البلد، هذه الإدارة التي اكتنفها كثير من الفساد، أدت إلى إهدار كثير من الموارد التي نحن في أمس الحاجة إليها. أنا أعتقد أن حجم الإهدار الذي يذهب في من خلال قضايا الفساد يضيع على هذا البلد كثير من الفرص الداعية إلى النهوض، وبالتالي فإن حجم الفساد كان له وقعا كبيرا على حياة المواطنين من خلال الحالة الاقتصادية التي يعانونها في هذه السنوات الأخيرة.